جمعه فاطمه ليزك كاسوس 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 يا انا ما جسوسش انا ما جمعاش انا ما جمعاش. بتحب مصر قد ايه؟ قد ما انت بتحب اسرائيل. امال بتتعاون معانا ليه؟ عشان انت قلتوا لي ان ده فيه مصلحه لمصر. المنجايه فيها كام بذره؟ فيها بذرايه واحده وقدك ده هتير. انت تقصد الطماطم؟ اوكي سوري. الطماطمايه فيها كام بذره؟ هات لي حبايه وانا اعدهم لك، مش هتسلك معاي. اوكي. ايه قيمه الحيره؟ ان يحطوك في اوضه مدوره ويقول لك فك زنقتك في الركنه. وايه قيمه العجب؟ انك تلقى الركنه وتلقى حد تاني بيفك زنقته فيه. نمله، خرتيت، حمار محبوسين جوه اوضه، والمفتاح من بره يطلعوا ازاي؟ الخرتيت يكسر الباب. غلط. النمله تطلع من تحت عاب الباب تفتح لهم من بره. ما هو ده كان راي الحمار. كبير مبروك علينا. انت من المخابرات المصرية إلى أعزائنا في المخابرات الإسرائيلية، نشكركم على حسن تعاونكم معنا طوال الخمس سنوات الماضية، وما نجلكوش في حاجة وحشة.